تعال نشوف ليه الرئيس بكلامه قال أنا مستعد للموت في سبيل بناء الدولة، وهنرجع نفسر برضو. تعالوا نشوف الجزء ده. في 2014 حد قال لي انت أيقونة مصر، ايه اللي دخلك الدولة دي؟ إيه مش كده دكتورة هلا؟ ولا قال لي انت ايه بطل مصر، اوعى تخش، اوعى ايه لحسن بعد كده حي ايه حي يعني هيقطعوك يعني. قلت له لو كان تمن بنى الدولة دي مش تقطيعي موتي انا حاملها. يعني الرصيد ده بفكر الدكتور معيد في 2014 رحنا اول زيادة في دعم في تخفيض دعم الوقود كان في 2014 مش كده؟ والناس قالت ايه هو عمل كده ازاي ده لسه داخل، طب حد يعمل كده في نفسه؟ نفسه ايه؟ اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، اوعوا تفتكروا ان انا جاي اقدم نفسي لكم، لا 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 ده لا يليق خالص. احنا بننجي الدولة صعبة، فأنا حبيت بس أتوقف قدام الخط ده. طب ما قربش من بعضه ليه؟ عمرنا ما كان اللي بيخش لنا قد اللي بنصرف.